أكد أرزيج وضع خطة شاملة لتأمين المراكز الانتخابية وضمان سير عملية الاقتراع بشكل طبيعي. تنسيق مع قيادة عمليات شرق الأنبار وقيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات جزيرة. هذه الخطة معدة من قبل قيادة شرطة الأنبار من أجل الحفاظ وحماية مراكز الاقتراع للناخبين، ومن أجل الحماية الكافية للناخب من أجل إيصال الصوت إلى صناديق الاقتراع بكل أمن وأمان في هذه المحافظة وفي هذا القضاء. بالتأكيد لدينا الخطط حسب تطور الموقف في المحافظة وحسب بسط الأمن والأمان في المحافظة، فكلما يزداد الأمن والأمان نحو الأفضل ونحو الأحسن بالتأكيد سنقلل من السيطرات الداخلية الفرعية والسيطرات الرئيسية.